ونتذكر ان في اول يوم من ايام الخمسين لما الرسل تكلموا بألسنة وألقى بطرس الرسول عظة، يقال عن الناس انهم نخسوا في قلوبهم. نخسوا في قلوبهم وقالوا ماذا نفعل ايها الرجال الاخوة؟ فقيل لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا. ففعلا قبلوا الكلمة وتعمدوا، وتعمد في ذلك اليوم 3000. دول الناس الذين نخسوا في قلوبهم، يعني الكلمة كلمة ربنا نغزتهم في قلوبهم، مش بس في عقولهم، في قلوبهم، فآمنوا. وبعدين نسمع فيما بعد في الإصحاح 9 من سفر أعمال الرسل لما ظهر ربنا يسوع المسيح لشاول الطرسوسي، قال له لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. يعني صعب عليك أن ترفس مناخس؟ يعني بتنخس في قلبك وانت بترفض، زي فرس بيرفض المناخس. طبعا الفرس لما بيدله نخسة يتنخس علشان يمشي. امتى شاول الطرسوسي رفض المناخس؟ ما فيش شك انه سمع عن قوة المسيحية رغم اضطهاده ليها، وقوة الشهداء رغم اضطهاده ليهم، واثرت في قلبه ورفض هذا التأثير. ما فيش شك انه شاف استفانوس رئيس الشمامسة او اول الشمامسة وهو بيتكلم كلام قوي ومقنع، وقال فيه لليهود انتم بتقاوموا الروح القدس مثلما كان اباؤكم، وتأثر ورفس هذه المناخس. وما فيش شك انه شاف استفانوس ووجهه يظهر كوجه ملاك ورفض ان يتأثر، او طريقة موته لما قال هوذا انا ارى السماء مفتوحة وابن الانسان جالس عن يمين العظمة، واتأثر بولس ورفض هذا التأثير ونخس في قلبه ورفص هذه المناخس، لغاية لما ربنا يسوع ظهر له فنخس في قلبه ولم يستطع حينئذ أن يرفس أو يرفض تلك المناخس. كثير من الناس بتجيلهم كلمة ربنا وتؤثر في قلبه، وتكون كلمة قوية وفعالة، ومع ذلك بيرفضوها. لكن على أي الحالات احنا شفنا أشخاص قبلوا الكلمة بفرح ولم يرفضوا، مثل الآباء الرسل. يقال لمتى وهو في مكان الجباية اتبعني، فيترك كل شيء ويتبعه. يقال لبطرس واخوه اندراوس هلم ورائي فاجعلكما صياد الناس، فيتأثروا وبسرعة يمشوا وراه. الرسل قالوا له الى اين نذهب
بالكلام الحياة الأبدية هو عندك. فدول طبعا نخسوا في قلوبهم ولم يرتدوا أو لم يضعفوا أمام هذا الأمر. هو في الحقيقة الناس على أنواع كثيرة. في نوع بيقول عليه الكتاب لهم آذان ولكنها لا تسمع، وفي ناس لهم قلوب قاسية ترفض الكلمة وترفض أن تنفس في هذه القلوب، كما قال الرسول إن سمعتم كلامه. يعني لا ترفضوا، لا تقسوا قلوبكم، لأن القلوب التي ترفض أن تنفس في الداخل هي قلوب قاسية. من ضمن هذه القلوب القاسية شاول الملك. شاول الملك الذي كان يطارد داود النبي من برية إلى برية ومن مدينة إلى مدينة، ويرى عمل الرب ويتأثر، ولكن إلى حين. يعني في مرة من المرات أمام نبل داود النبي الذي وقع شاول في يديه ورفض أن يقتله، وقال كيف أمد يدي إلى مسيح الرب، إنه مسيح الرب هو، وأظهر لشاول أنه كان في يديه ولم يشأ أن يقتله، فبكى شاول وقال له أنت أبر مني، اذهب يا ابني. قال له يا ابني أنت أبر مني، اذهب مش هعمل لك حاجة. هذا الرجل الجبار القاسي بكى. بكاء الناس الحساسين أمر سهل، لكن بكاء القساة اللي ما يتأثروش بسرعة ده شيء نادر. فنقص شاول في قلبه، ولكن كان في خطية في داخله بتتعبه كلما ينقص في قلبه، اللي هي محبته لمنصبه الملكي ورغبته في انه لا يفقد هذا المنصب او ان داود ياخده منه. في ناس ايضا نخسوا في قلوبهم لكن الى حين. من ضمن دول فيليكس الوالي. لما كان بولس الرسول يتكلم عن البر والتعفف والدينونة نخس فيليكس في قلبه وارتعب، وقال له اذهب الآن وإذا حصل لي وقت أستدعيك، ولكنه لم ينتهز الفرصة، لم ينتهز الفرصة اللي نخس فيها في قلبه، وترك بولس يمضي ولم يقل الكتاب إن فيليكس حصل على وقت. ناس كثير من نوع فيليكس الوالي ينخسون في قلوبهم ويحبوا انهم يتوبوا، ولكن يتركوا الفرصة تسيبهم وتعبر، او يأجلوا الموضوع وبعدين يفقدوا التأثير. من ضمن هؤلاء ايضا بلعام. بلعام كان من الأنبياء، ولو أنه ضل فيما بعد، وكان الملك باراق أراد أن يستخدمه ليلعن الشعب كذا مرة. يتكلم بالعام كلام جميل جدا ويقول لا يمكن أبدا أنني أخطئ إلى الرب، لا يمكن،
واتكلم بنبوءات وصنع 7 مذابح وهيأ لها 7 ذبائح، وقال لعل الرب يوافي للقائي فمهما أراني الرب أخبرك به، فوافاه الرب. وقال كيف ألعن من لم يلعنه الله، كيف أشتم من لم يشتمه الرب. أنا يعني مستحيل، وبارك الناس وقال لو ملا الدنيا ذهب أنا ما رجعش في كلامي. واتكلم بنبوءات لطيفة وقال وحي الرجل المفتوح العينين، وحي الذي يسمع أقوال الله، الذي يرى رؤى القدير مطروحا وهو مكشوف العينين. وقعد يتكلم بنبوءات جميلة جدا، ومع ذلك كانت الخطية موجودة في قلبه في الداخل. كلما ينخس في قلبه ويتكلم كلاما جميلا تعود الخطية، وهي محبة المال ترجعه إلى وضعه القديم. ينخس ومع ذلك لا يتابع النعمة التي جت له ويرجع تاني. ده بالعام، وهلك بالعام. وتكلم الرب في سفر الرؤية عن ضلالة بلعام، ضاع، مع ان راجل شاف رؤى كثيرة وكان مفتوح العينين وزارته النعمة اكثر من مرة، وحلف يعني بيمين مشدد انه لا يمكن يرتكب خطية، ولكن ارتكبها، ضيع نفسه. كان ينخس في قلبه فيتكلم كلاما طيبا ثم ترجعه محبته للمال فتفسد ما كان فيه. بيلاطس نخس في قلبه ايضا وقال لست أجد إلا في هذا البار، لست أجد إلا في هذا البار. وأراد كذا مرة أنه يطلقه، النعمة لاحقته ونخس في قلبه، وقال طيب في كل مرة بفرج لكم عن أسير ليكن هذا هو الأسير اللي أفرج. الشعب قاعد يعمل له قصة. وامرأة بيلاطس أرسلت إليه وقالت له إياك وهذا البار، فتأثر في قلبه، نخس في قلبه. والمسيح كلمه فنخس في قلبه، ومع ذلك لم يتابع هذه النعمة التي أتته وضاع بسبب ضعف شخصيته وبسبب خوفه من ضغط الجماهير عليه. ضاع مع انه كان يقدر يمشي صح. أغرباس الملك كلمه بولس الرسول بقوة بولس الرسول وقوة الروح الذي فيه، فقال له بقليل تقنعني ان اكون مسيحيا، نخس في قلبه. ومع ذلك مرر الموضوع وقال لو ما كانش الراجل ده اشتكى لقيصر كان ممكن ان احنا نفرج عنه، وقام هو والملكة وضاعت الحكاية. يا مناس بينخسوا في قلوبهم ويضيعوا الفرصة، يضيعوا الفرصة اللي لو استغلوها ممكن انهم يخلصوا. في حاجة اسمها زيارات النعمة. زيارات النعمة يعني نعمة الله تنخس ضمير الإنسان، تحرك قلبه من جوه.
الروح القدس يعمل فيه بزيارة من زيارات الروح، ينكس في قلبه، ولكنه لا يستغل الفرصة، ولو استغل الفرصة يمكن ان هو يتوب. يا ما يحصل على واحد من الناس انه في عظة من العظات يتأثر في قراءة من قراءات الانجيل او الكتب المقدسة، يتأثر في حادثة من الحوادث، يتأثر في مرض شديد لأحد أقربائه أو أحد أحبائه، يتأثر في موت واحد من أحبائه، يتأثر، ينخس في قلبه، لكن لا يتابع الأمر، لا يستغل هذه النعمة اللي جات له وتفلت من يديه وتضيع. فرعون على الرغم من فرعنته، على الرغم من قسوة قلبه، نخس في قلبه مرات عديدة، وكان يجيب موسى وهارون يقول لهم أخطأت إلى الرب وإليكما، خلوا ربنا يبعد عني هذه الضربة وأنا أبقى كويس. كان ينخس في قلبه، وبعدين ربنا يرفع الضربة فيرجع فرعون إلى قسوته مرة أخرى. احنا مش عايزين واحد فينا يكون له القسوة اللي كانت عند فرعون، قسوة قلبه تجاه الله وتجاه الناس كانت بتضيعه، وكل ما تجيله زيارة من النعمة ولو عن طريق ضربة من الضربات يفوق ويرجع تاني لحالته القديمة. يهوذا الإسخريوطي نخس في قلبه أيضا، وراح مرجع الفضة لرؤساء الكهنة وقال لهم أخطأت إذ أسلمت دما بريئا، موجودة في متى 27 في أول الإصحاح، ولكن مع ذلك اليأس اللي كان موجود عنده ضيع زيارة النعمة اللي جات له. في خطية كامنة بترفض المناخس اللي موجودة. ساعات ناس تكون الخطية الكامنة اللي عندهم هي نوع من العلم، من المناقشات، من الجدل، من حاجات زي كده، زي اول ما جه المسيح كانوا بيقولوا هل من الناصرة يخرج شيء صالح، هل معقول المسيح يأتي من الجليل، ألم يقل الكتاب ان هو من بيت لحم من اليهودية يأتي، بالمناقشة، أليس هذا هو ابن النجار، أليست امه واخوته موجودين عندنا، من أين لهذا مثل هذه العجائب؟ يعودوا نقش. أو كل المعجزات اللي كان بيعملها المسيح كان الكتبة والفريسيون بنوع من المناقشة والجدل يضيعوه، يقولوا إزاي بيعمل معجزة في يوم سبت؟ ده يبقى كاسر للسبت، ده يبقى شخص خاطئ، بيخرج شياطين، ده لازم ببعلزبول بيخرج الشياطين، وهكذا كانوا يضيعون الفرصة على أنفسهم في قبول النعمة. لكن في الحقيقة عندنا أشخاص كانت النعمة لما بتنخصهم ينفذوا. من ضمن أمثلة دية القديس أنطونيوس، أول مرة نخص في قلبه ساعة موت أبيه، وأبوه كان راجل عظيم وغني إلى آخره، فبص لأبوه وقال له أين عظمتك وأين قوتك وأين جبروتك وأين غناك، خرجت من العالم بغير إرادتك، أما أنا فسأخرج بإرادتي. يعني أول ما جات له النعمة قبلها وأسكنها في قلبه، وبهذا القلب الذي نخسته النعمة ذهب إلى الكنيسة فأتته نخسة أخرى من القراءات،
إن أردت أن تكون كاملا اذهب بيع كل مالك. طبعا الآية دي كانت ضمن فصل طويل موجود في القراءات، لكن الآية دي بالذات نخسته، أثرت في قلبه، عملت عنده تأثير فقبله وخرج عشان يبيع كل ماله. وهو موجود في حالة النعمة دي الشيطان ابتدى يحارب برضه، طب وتسيب اختك لمين وتعمل ايه وتسوي ايه؟ وجد حلا لموضوع اخته، واذ كان قلبه قد نخس من النعمة وهو قلب نقي ذهب وباع كل ماله وصار اول راهب، اب للرهبنة واب للطريق تتلمذ عليه جميع رؤساء الرهبنة. هو المهم كلمة الله تصل إليك ولا لا؟ عمل النعمة يصل إليك ولا لا؟ في حاجة تنخسك في قلبك في ضميرك ولا لا؟ إذا حصل كده لا تؤجل ولا تترك هذا التأثير الروحي يتركك. ده أنت ممكن تقرأ أي كتاب، وفيما تقرأ تبص تلاقي جملة وقفت عندك وما رضيتش تسيبك، تدخل في ذهنك وما تتركش ذاكرتك، وتخرج من ذهنك إلى قلبك وتؤثر فيه، وبعدين تلاقي نفسك عندك مشاعر مقدسة. يا ريت في اللحظة دي تقوم وتصلي، حتى إن كنت وسط الناس تصلي لربنا وتقول له هب لي يا رب نعمة من عندك ان هذا التأثير لا يزول مني وانما احوله الى عمل زي ما عبدك انطونيوس حول التأثر الى عمل. نخسوا في قلوبهم، ناس بينخسوا في قلوبهم وينفذوا للتو، وناس يأجلوا ويبقى منهم التأثر، وناس يتأثروا ويلتهبوا من الداخل زي آبائنا الرسل القديسين اللي ملأوا العالم ببشاراتهم بقلب دائم. يعني مش التأثر ده يكون تأثر وقتي، يصبح تأثر دائم يعيشوا به في حياتهم. نطلب شفاعتهم والإله من مجد دائم.